بارك يا سيد. مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل السلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل أبينا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر وكهنته المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الإكليروسي والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل أن تتحقق فينا ثمار المعمودية المقدسة فنغرس مع المسيح إلهنا في شبه موته حتى نصير متحدين معه في شبه قيامته إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل أن نتبدل فنخلع الإنسان العتيق ونلبس الإنسان الجديد فنصبح خليقة جديدة في المسيح إلى الرب نطلب. كيريا تقدس العالم وتتجدد الخليقة كلها بظهور المسيح الخلاص إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر والشدة إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا إليسون. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائم البتولية مريم وجميع القديسين ولنودع المسيح الإله دواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب. أيها الرب الإله يا من خلصنا بغسل الميلاد الثاني والتجدد الآتي من الروح القدس أنر أذهاننا ثبتنا في الإيمان وطدنا في الرجاء كملنا في المحبة أظهرنا أعضاء كريمة لمسيحك الذي بذل ذاته فداء عن نفوسنا حتى إذا تبررنا بنعمتك نرث الحياة الأبدية لأنك أنت نورنا وتقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. البحر رأى فغرب ونهر الأردن رجع إلى الوراء
بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أحببت لأن الرب سيسمع صوت تضرعي بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله ابن الوحيد الذي لا يموت لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية. فتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح الإله وبالموت وطئت الموت. أنت أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدوس. خلصنا. يوحنا في الأردن نحن المرنمين لك هللويا بعدمادك يا رب في نهر الأردن ظهرت اعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهر السجود للثالوث فإن صوت الأب كان يشهد لك مسميا إياك ابنا محبوبا والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة
فيا من ظهر وأنار العالم أيها المسيح الإله المجدون اليوم ظهرت للمسكونة يا رب ونورك قد ارتسم علينا نحن مسبحيك عن معرفة لقد أتيت وظهرت أيها النور الذي لا يدنى منه لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أنتم الذين بالمسيح
لأن إلى الأبد رحمته حكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى تيطوس. يا ولدي تيطوس، لقد ظهرت نعمة الله المخلصة جميع الناس مؤدبة إيانا لننكر الكفر والشهوات العالمية، فنحيا في الدهر الحاضر على مقتضى التعقل والعدل والتقوى، منتظرين الرجاء السعيد وظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا شفاعة القديس الرسول الإنجيلي متى، يمنحك الرب إله المبشر نطقا بليغا لإتمام بشارة ابن الحبيب الذي بذل نفسه لأجلنا ليفتدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا على الأعمال الصالحة. فلما ظهر لطف الله مخلصنا ومحبته خلصنا هو لا اعتبارا لأعمال بر عملناها، بل بحسب رحمته بغسل الميلاد الثانية وتجديد الروح القدوس الذي يفاضه علينا بوفرة بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا بررنا بنعمته نصير ورثة على حسب رجاء الحياة الأبدية. قدموا للرب يا ابناء الله، قدموا للرب يا ابناء الكباش. هللويا هللويا هللويا. صوت الرب على المياه
إله المجد عاد الرب على المياه الغزيرة. هللويا هللويا هللويا. الحكمة لنقف ولنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. في ذلك الزمان أقبل يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، فكان يوحنا يمانعه قائلاً: أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجابه يسوع قائلا: دع الآن، فهكذا ينبغي لنا أن نتم كل بر. حينئذ تركه. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، ورأى روح الله ينزل مثل حمامة ويحل عليه، وإذا صوت من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت حقا. المجد لك يا رب المجد لك. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. أيها الأبناء المحبوبون، كل عام وأنتم بخير، وكل ظهور إلهي نحتفل به وأنتم بالخير وبالهناء وبالصحة وبالعافية وبالبركات، وإليه تعالى أقرب. اليوم أيها الأحباء، نحن في الأردن، نحن في الأردن أرض المعمودية، نحن في الأردن الجغرافيا التي أحبتها السماء وخاطبتها وتحدثت إلى ابن الله الكلمة المتجسد عندها وفيها. اليوم أيها الأحباء، لنا أن نفرح ونبتهج، لنا أن نسعد بأننا قريبون من المكان حيث اعتلنا سر الله إلى العالم من هذه الأرض الأردنية، عند النهر المقدس الذي باركه المعلم الإلهي هناك في تلك البقعة، في تلك الجغرافيا. وقبل 2000 سنة انفتحت السماء وقالت شهادتها عندما أكدت على أن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الحديث أيها الأحباء هو عن المسيح يسوع، يظهر لنا ويبدأ حياته العلنية، يظهر الله ويظهر في حياته العلنية، ويبدأ بحدث مهم. هذا هو
الذي نحتفل به اليوم ظهور الله واعتلانه إلينا. قبل هذا الحدث كان يعرف أن الله واحد، أما بعد هذا اليوم فقد كشف الله لنا، لأنه أحبنا كشف لنا عن سره أنه الإله الواحد الأحد في الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس. هذا الظهور الإلهي الذي يكشف لنا مقدار محبة الله لنا رأيناه أيها الأحباء، ونحن نعيش فرح الميلاد، فرح المغارة، فرح الولادة العجيبة. فرحنا لأن الله أصبح هو شمس العدل الذي أشرق لنا، فكان فرح عظيم لجميع الشعب، لأنه قد ولد لنا اليوم مخلص. الفرحتان، فرحة الميلاد وفرحة الظهور، كانت عند الأولين يحتفى بها في الظهور الإلهي. الظهور بالجسد الولادة، وظهور اللاهوت، وظهور واعتلان هذا الثالوث الأقدس. نحن ما بين المناسبتين نقرأ الكثير من الدروس. المعلم الإلهي كما سمعتم في هذا الفصل من إنجيل متى يقول للمعمدان، والمعمدان كان يعلم ويعرف أنه لا يستحق أن ينحني ويحل سيور حذاء المعلم، لكن المسيح له المجد يصر عليه ويقول ينبغي أن نتم كل بر. في متى في كل حدث يصر هذا الإنجيلي بخلفيته اليهودية، يصر أن يثبت لنا أيها الأحباء أن المسيح جاء وتحققت به وبمجيئه تحققت كل النبوءات، لكي يكون خاتم هذه النبوءات، ولتتحقق كل مخططات الله في حبه لنا عند الكثير من مفاصل حياة المعلم. هذه بداية الكرازة، بداية الحياة العلنية للمعلم الإلهي. نتعلم من هذا الموقف الرائع العظيم كيف يأتي المعلم عند يوحنا المعمدان النبي السابق، يأتي إليه لكي يعتمد معمودية التوبة، والمعلم ليس بحاجة إلى توبة، يأتي ليعتمد وهو ليس بحاجة إلى معمودية. الذين يحتاجون إلى المعمودية عليهم أن يتذكرون أننا نحن يوم المعمودية نوقع عهداً، ويوقعه بالنيابة عنا عرابون أهلون، ويؤكدون على أننا سوف نكون بعد أن نلبس المسيح أن نكون قد اعتمدنا به، أخذنا هذه الصفة والمنزلة العظيمة بأن نكون أبناء هذا الثالوث، نلبس المسيح ونعيش حياة في التبشير في إظهار الملكوت كما فعل المعلم بعد يوم معموديته بدأ كرازته. ويذكرنا ذلك بواجبنا أننا نحن حملة رسالة الحب الإلهي، وحملة رسالة البشارة بالملكوت التي تحدث عنها يوحنا المعمدان عند أرضنا الأردنية هنا. أيها الأحباء، تخيلوا معي ذاك الموقف العظيم عندما يأتي رب المجد ويقول ليوحنا المعمدان ينبغي أن نتم كل بر، ينبغي أن نتم ذلك. يعتمد، أي تواضع هذا؟ هو الذي
خطط لمجيء يوحنا المعمدان، ولأنه أحب البشر أتى، وها هو يؤكد على أنه يحفظ كل أقواله ويحفظ كل وعوده ويحترم أقواله ووعيده ووعوده. وينحني المعلم في المياه الأردنية، ينحني لتشهد له السماء، لتقدم أوراق الاعتماد الإلهي، الاعتماد في الماء، والاعتماد أن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وفي موضع آخر مطلوب أيها الأحباء أن نسمع من هذا الابن الحبيب، مطلوب منا أن نعيش جوهر هذه المعمودية وهذا العماد. نحن ينبغي أن نتذكر أن معموديتنا التي ننالها من خلال أمنا الكنيسة المقدسة ومن خلال سر المعمودية المقدسة، إنما هذا السر هو الذي رسمه لنا المعلم بعد قيامته ظافرا ممجدا، وعندما طلب أن يعمد الذين يتبعونه الذين آمنوا به. والدعوة لمن يريد أن يؤمن به، الدعوة عامة، يقول اذهبوا وتلمذوا كل الأمم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس. ونسمع ما بعد القيامة أصداء حضور هذا الثالوث الذي رأيناه لأول مرة هنا أيها الأحباء. نتذكر في هذا العيد أننا نواجه الكثير من المشقات والصعوبات، ولكن علينا أن نتذكر أننا ما دمنا نحن المعمدين، ما دمنا نحن الذين يتبعون المعلم ويفهمون إيمانهم على أنه محبة للآخر، وعلى أنه تواضع، وعلى أنه خدمة، وعلى أنه رسالة، عندها تصبح حياتنا ذات معنى. وإلا فما الفائدة أيها الأحباء إذا ربحنا العالم كله وخسرنا أنفسنا؟ عندما نتوقف أو نعجز، أو عندما لا ندرك أهمية أن نكون واعين لمسؤولياتنا كأتباع لهذا المعلم الذي سمعنا السماء تشهد له. أروني هل هناك في التاريخ حدث أعظم من هذا، أن تنفتح السماوات وأن يأتي ذاك الصوت الآتي: شهادة صوتية، رسالة صوتية، وحضور طبيعي فعلي. هذا سمعناه يوم المعمودية باعتمادك يا رب في نهر الأردن، ظهر السجود للثالوث، لأن صوت الآب كان يشهد لك مسميا إياك ابنا محبوبا، والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة. هذا هو معنى إقامة العيد، عيد الظهور الإلهي، أننا صرنا أبناء الله، وصرنا أبناء الآب والابن والروح القدس، الذي هذا اللباس الروحي الذي ارتديناه على شكل المعمودية، على لأن السيد المسيح هو الذي يمنح هذا السلطان لكنيسته لكي توزع هذه الموهبة العظيمة، أن نصبح مع المسيح، أن نعتمد باسم المسيح، وأن نلبس المسيح. ولأننا في الأردن، فإن خصوصيتنا الأردنية هي حظوة وهي نعمة، علينا أن ندركها وأن نرتقي في فهمنا لدورنا كمسيحيين
متجذرين في أرض المعمودية أن ندرك واجبنا بأن نرتقي أيها الأحباء إلى مستوى الدعوة التي أعطيناها بأن نكون أردنيين أردنيين في إيماننا، إيماننا بالأردن ونهر الأردن وحدث الأردن ومعمودية الأردن، والإيمان بوطننا هذا المبارك الذي ندعو فيه له في هذا اليوم من أجل رخائه وأمنه وازدهاره ومن أجل تطوره وتقدمه ومن أجل حماية شعبه وقائده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أيده الله وحفظه وولي عهده الأمير المحبوب سمو ولي العهد الحسين ابن عبد الله الثاني، وإلى الأسرة الهاشمية وإلى كل أبناء شعبنا وفي مقدمتهم قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزة الأمنية وبلاط جلالة الملك وحكومته وكل أبناء شعبنا الذين ينعمون بالانتماء إلى هذا الوطن المبارك، وطن المعمودية ووطن القداسة. اليوم أيها الأحباء نقول لقد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. اليوم حدث أهم حدث في حياتنا الأردنية المسيحية في حياة البشرية، هو ظهور الله الواحد في ثلاثة أقانيم. أسأله تعالى أن يبارككم باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. وكل عام وأنتم بخير. حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. فاني إليك أتقدم حالي ولا تردني من بين بنيك ولا تردني أن أقدم لك هذا القرب، فأنك أنت المقرب والمقرب والقابل يا
ياتي عليك وقوة العريض تظللك. يذكر رب الإله في ملكوت كل عينان وكل وان دار الداهرين. آمين. أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا نحن أيضا طلبتك هذه والذبائح الروحية عن خطايانا وجهالة الشعب، وأهلنا أن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحي لنا وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين.
بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة بالآب والابن والروح القدس الثالوث الواحد في الجوهر وغير المنفصل فيما بيننا كائن وسيكون بحكمة فلنصغي نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيم المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين لنقف حسناً ولنقف بتهيب فلنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة السلام ذبيحة التسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم ومع روحك لنرفع قلوبنا إلى العلا ها هي عند الرب نذكر أن الرب واجب أرشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك فإنك أنت الإله الذي لا يفي بوصف ولا يحده عقل ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود الكائن هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء أنعمت علينا بملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم السيروفيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة محلقين وطائرين
مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 الرب سمحت وباوس السماء تعلمك حتى انك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بل تكون له الحياة الأبدية. فهذا أتى وأكمل كل ما دبرت آياتك بشأننا. وفي الليلة التي أسلم فيها وبالحري أسلم ذاته لأجل حياة العالم أخذ خبزا بيدين مقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما فشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه ورسل القديسين قائلا خذوا فكلوا هذا هو جسدي الذي أكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ومن أجل كل شيء إياك نسبح. قرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية ونبتهل ونطلب ونتضرع. فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم أمين وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم أمين محولا إياهما بروحك القدوس أمين. أمين. لكي يكون المتناولين منهما لعفاف النفس لغفران الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء. نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية لأجل الذين توفوا عن الإيمان الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء وروح كل صديق توفي على الإيمان خصوصا سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائم البتولية مريم بواجب الاستهال حقا نغبطك يا والدة الإله الدائمة الطوبة البريئة من كل العيوب وأم إلهنا يا من هي أكرم من الشرومين يا رب عبيدك المؤمنين الذين قدموا هذا الطلب عظيم الصلاة والسلام اشفي مرضاهم أرحم نفوس موتاهم اذكر يا رب هذه المدينة مع القاطبين فيها وكل مدينة وقرية والمنقاطين فيها اذكر يا رب المسافرين في البحر والبر والجو
والمرضى والتعبين والأسرى وأبلهم. اذكر يا رب مقدمي ثمار المسيحين كنائسك المقدسة إنك حقا والدة الإله. إياك نعاد اذكر يا رب اولا ابانا فرانسيس بابا روما الطباوي وبطريركنا يوسف المغبوط ورئيس الكهنه جوزيف الموقر وانعم على كنائسك المقدسه ان يكونوا في سلام اصحاء مكرمين معافين مديدي الايام مفصلين باحكام كلمه حقك. ولاجل مقدمي هذه القرابين المقدسه ابينا نبيل الكاهن الجزيل الورى ولأجل حكامنا الأتقياء العايشين في حمى الله وخلاص هذا الشعب الحاضر ومعونته ولأجل الخاطرين ببال كل واحد جميعهم وجميعهن قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين وأعطنا نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح لدى منبر المسيح الرهيب الرب نسأل استجب يا رب لنسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس ولنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك واهلنا أيها السيد أن نشر بدالة وبلا دينونة على ندعوك أبا أنت الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب
لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. فأنت إذن أيها السيد مهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة، رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ابنك الوحيد ورافته ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. وارتضي أن تشرك اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. الأقداس تعطى للقديسين. قدوس جزاك كمال إيمان الروح القدس رب أيها الشماس تقدم أيضا.
بمخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين. مبارك الآتي باسم الرب. الرب هو الله وقد ظهر لنا. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، فإنني لست أقول سرك لأعداء لأعدائك. ولا أعطيك قبلة غشة نظيرة يوذا. لكنني كاللص أعترف لك صارخا، اذكرني يا رب، اذكرنا جميعا. جميعنا متى أتينا أتينا في ملكوت في ملكوتك أتينا في ملكوت. باعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهر السجود للثالوث، فإن صوت الآب كان يشهد لك مسمياً إياك ابناً محبوباً. والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة، فيا من ظهر وأنار العالم أيها المسيح الإله المجد. كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. في أسرار المسيح الإلهي. يا رب ارحم. نشكرك أيها السيد المحب البشر. يا أسرارك السماوية
لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. لننطلق بسلام باسم الرب إلى الرب نطلب يا رب ارحم يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك خلص شعبك وبارك ميراثك احفظ كمال كنيستك بالسلام قدس المحبين بهاء بيتك أنت يا رب عوضهم عن ذلك مجدا بقدرتك الإلهية ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملكنا وبلادنا ولجيشنا ولكل شعبك لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاي منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ليكن الرب مباركا من الآن وإلى الدهر لنبتهل إلى رب الإله أن يؤهلنا لسماع الإنجيل المقدس كريا ليسون لنطق ولنسمع الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير المجد لك يا رب المجد لك فلنصغي في ذلك الزمان جاء يسوع من الناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن وللوقت صعد من الماء رأى السماوات تنفتح والروح مثل حمامة ينزل عليه وكان صوت من السماء يقول أنت ابن الحبيب الذي به سررت حقا مجد لك يا رب المجد لك أعمالك وما من قول يكفي للإشادة بعجائبك عظيم أنت يا رب وعجيبة أعمالك وما من قول يكفي للإشادة بعجائبك
فإنك أنت بمشيئتك أخرجت الأشياء كلها من العدم إلى الوجود، وبعزتك تضبط الخليقة معا، وبعنايتك تدبر العالم. أنت نظمت الخليقة من 4 عناصر، وكللت مدار السنة 4 فصول. منك ترتعد كل القوات العقلية، لك تشيد الشمس، إياك يمجد القمر، لك تخضع النجوم، لك يطيع النور. منك ترتعد اللجج، لك تتعبد الينابيع. أنت بسطت السماء كمظلة، أنت ثبتت الأرض على المياه، أنت حوطت البحر بالرمل، أنت نشرت الهواء للاستنشاق. إياك تخدم القوات الملائكية، لك تسجد أجواق رؤساء الملائكة، الشيروبيم الكثيرو العيون والسيروفيم ذو 6 أجنحة، يتحلقون ويطيرون حولك خائفين، ويحتجبون من جلال مجدك الذي لا يدنى منه. فإنك أنت الإله الأزلي الذي لا حد له ولا يفي به وصف. أتيت على الأرض آخذا صورة عبد صائرا في شبه إنسان، لأنك لم تحتمل أيها السيد من أجل جوانح رحمتك أن تعاين جنس البشر تحت قهر الشيطان، بل أتيت وخلصتنا. فنعترف بالنعمة ونذيع الرحمة ولا نكتم الإحسان. مواليد طبيعتنا حررتهم، والمستودع البتولية قدسته بمولدك. الخليقة كلها سبحتك في ظهورك، لأنك يا إلهنا على الأرض شهدت وبين الناس ترددت. أنت قدست مياه الأردن أيضا، إذ أنزلت من السماء روحك القدوس وسحقت التنانين اللابدة هناك. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر، احضر الآن بحلول روح قدسك وقدس هذا الماء. آمين. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر، احضر الآن بحلول روح قدسك وقدس هذا الماء. آمين. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر، احضر الآن بحلول روح قدسك وقدس هذا الماء. آمين. أعطي نعمة الفداء بركة الأردن، اجعله ينبوعا لعدم البلاء، موهبة للتقديس للخطايا غافرا وللأمراض واقيا، مبيدا للشياطين. لا تقترب إليه القوات المعادية، مملوءا قوة ملائكية. عساه يكون لجميع الذين يستقون منفعة ويتناولون منه لتنقية النفوس والأجساد، لشفاء الآلام، لتقديس المنازل. فإنك أنت إلهنا الذي بالماء والروح جدد طبيعتنا التي عتقت بالخطيئة. أنت إلهنا الذي غرق الخطيئة بالماء على عهد نوح. أنت إلهنا الذي أعتق في البحر جنس العبرانيين على يد موسى من عبودية فرعون. أنت إلهنا الذي شق الصخرة في البرية فتفجرت المياه وفاضت السيول فأرويت شعبك العطشان. أنت إلهنا الذي بالماء والنار أنقذ إسرائيل على يد إيليا من ضلال البعل. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. أعطي جميع الذين يلمسونه والذين يمسحون به والذين يتناولونه التقديس
والبركة والتنقية والصحة لكي يمجد اسمك القدوس بالعناصر والملائكة والبشر وبالبرايا المنظورة وغير المنظورة مع الآب والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. أنت تقديس نفوسنا وأجسادنا وإليك نرفع المجد والشكر والسجود وإلى أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. باعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهر السجود للثالوث فإن صوت الآب كان يشهد لك مسمياً إياك المحبوبا تمتّع
يا رب ارحم. بركة الرب ورحمة الديان عليكم بنعمته ورحمته ومحبة البشر كل حين الآن وكل أوان إلى التأكيد. آمين. المجد لك أيها المسيح دام وجاور. المجد لك يا حمل المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل أن يعتمد من يوحنا في نهر الأردن يجي فراسنا ويخلص الشفاعة في كامل الطهارة. سيدتنا والدتي لا دام بكرية مريم والقديسين الرسولين بطرس وبولس صاحبي هذه الكنيسة المقدسة والقديسين المجدين الرسل الجديدين في المدينة وأبينا القديسين يوحنا فم الذهب رئيس أساقفة القسطنطينية واضع هذه الخدمة الشريفة والقديسين الصديقين جدي الله يوكيم وحنا وجميع قديم ما أنه صالح ومحب البشر. المباركنا والمقدسنا احفظه يا رب لسنين كثيرة يا رب لسنين كثيرة يا صلوات أبان القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. احنا كنين نرد عليهم. نشكر إخوتنا الأستاذ أسامة جبور والأستاذ الدكتور حسام حداد على مشاركتهم ومرافقتهم لنا في هذه الخدمة الإلهية المقدسة وخاصة في هذا العيد المبارك. وندعو لابننا وأخينا وحبيبنا الشماس الإنجيلي ينال عوابده. ندعو له بأن يتقدم في النعمة والقامة والقداسة أمام الله والناس لنصل إلى اليوم قريبا إن شاء الله ونحن نراه ينال درجة الكهنوت المقدسة. وعايدكم جميعا وأقول لكم أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح ولبستم المسيح أقول لكم مجددا كل عام وأنتم بألف خير. وتحية لكل أحبتنا الذين شاركونا في هذه الخدمة هنا والذين تابعونا على صفحة فيسبوك نورسات الأردن وعلى نورسات الفضائية. وهذا شكر خالص لمكتب نورسات الأردن الذي تديره بنشاط وهمة مع فريق متخصص فريق طيب نحبهم ونحترمهم يقومون بهذه الخدمة لكي تعلن هذه الرسالة رسالة الحب من هذه المذابح الأردنية المقدسة. لا أراكم الله إلا كل الحب إلا كل الأيام الطيبة إلا كل أيام الهناء والحب وليبعد عن جميع مجتمعاتنا هذا المرض وهذا الوباء وهذا التعب الذي نراه بين ظهرانينا. وليكن اسم الرب مباركا. أمين. سلام عليكم.